مرحبا واضح، أنا اسمي خالد بن نبوش من مدينة الشمس بعلبك، مؤسس ومدرب فرقة المجد بعلبكية. كنت أبكي عدة أنواع من البدوية والزينو ودبكة العرجة ودبكة الشمالية، لكن بعلبك أكثر مختصين بدبكتين. بيقولوا دبكة بعلبكية لأنه أهل بعلبك جدودنا وأبائنا حافظوا على التراث، على هذا التراث اللي كمان هن ورثوه من أبائهم وجدودهم. علشان هيك أخذنا نحن الصبغة كان حفاظ على هالأرث الثقافي من جدودنا أكثر من أي منطقة أخرى في لبنان. أسس فرقة المجد ب 2004 وكان لنا مشاركات عديدة بمهرجانات محلية ومهرجانات دولية وحازت على الجوائز العديدة والأنسمة ودروع التكريم. كان لنا مشاركات عديدة مع أهم الفنانين اللبنانيين ابتداء من العملاق الراحل وديع الصافي للسيدة صباح ومعظم الفنانين اللبنانيين مثل عاصي الحلاني ونجوى كرم، فارس كرم، السيدة ماجدة الرومي. أقل شاب بالفرقة عمره 15 سنة بالفرقة، أكيد إجي على قناعة، إجي على محبته، إجي على تأثيره بشخصيتي. صار لي 20 سنة أنا هوايتي الدبكة، بحب أدبك، حبيت حضور الأستاذ خالد، الكاريزما اللي عنده، تعلقت بشخصيته. الدبكة التراثية ما لازم نجردها من هويتها عشان ما يكون في اختلاف بالمستقبل، تضيع الهوية تبعها وتصير الدبكة هي عربشة على الحيطان ومطنطة. لأن الدبكة في إلها ثوابت، في إلها ضوابط، في إلها قيم، والدباك معروف بصفاته وبشهامته وبعنفوانه وبعقدة حواجبه وكيف بده يحمل الملوحة وكيف بده يتعاطى الدبيك الأول مع سائر الصف، لأنه الدبيك الأول هو بسوق الصف كله. بس تنوي للشباب الصاعدة إنه يحافظوا على الإرث الثقافي والاجتهادات الأخرى اللي هن عم يجتهدوها، أكيد أنا بحترمها، ولكن يفصلوا الدبكة التراثية عن الدبكات اللي نحن عم نشوفها هلأ.